Zayıf mı? Bak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمال أخو زليخة أم محمد مفرح رجعت إلى أرض الوطن إلى منزلها بين عائلتها. رحنا في الحقيقة استقبلناها ومش نقدر نقول لك استقبلناها بعد الاستقبال ما شيء لا شيء فظيع كئيبة حزينة يعني ما تصورهاش كيفاش راهي. والحمد لله اليوم رانا نحاولوا كيفاش نخفوا عليها قدر الاستطاعة ونسوها في الفاجعة اللي حدثت لها وان شاء الله غادي بين اهلها مع مرور الزمن والوقت تتناسى ان شاء الله على تنسوا. والله معك في الحقيقة البارح رحنا عرضنا لاختي جبناها من المطار واستقبلناها كأي عائلة تستقبل ابنتها. استقبلناها بأمور يعني ما شاء الله والسلطات طلعوا فينا كثر خيرهم ولكن لقطة اللقاء كانت لا تتصور يعني ما تقدرش تصورها. بكاء حزن شديد كذا هنا في الحقيقة اليوم راهي هنا وراك تعرف العادات والتقاليد تاع الجزائريين لابسة الأسود ولابسة أمور كيما هاك نعذروها في الحقيقة في الأمور هذه وراهي بين عائلتها وبين أهلها وإن شاء الله نحاولوا كيف نقصوا عليها قدر المستطاع وتعاود لحياتها الطبيعية إن شاء الله وهذه هي وهي أمامك. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخ ياسين لما سمعت بالخبر تاع وليدي محمد تفاجأت ما صدقتش. وليدي كان وليدي نورمال يحبني نحبه كان يزورني في العشر أيام مرة في السمانة يجيب نغسل له قش. وليدي عادي نورمال يحبني ياكل يشرب عندي. انا كنت ثانية نروح للمنزل تاعو ننظف له نغسل له ندير له كلش في الدار كأم كي نشوفه طالع ليا نروح نشوفه نلقاه راقد ديفو نلقاه مريض نفتح الباب ندير الميناج لوليدي نقي له واقفة معاه عزيزة عليا بزاف وجاتني حسرة كبيرة يعني بزاف. لما مات حسيت الدنيا خلات بيا حسيت السماء طاح على الأرض حسيت حياتي راحت والمصيبة الكبيرة جاتني جاوني زوج أولاد واحد مات الله يرحمه اللي ربيته والثاني راه في الحبس إن شاء الله وليدي يكون إن شاء الله يعني في أقرب وقت وليدي عبد القادر قدامي ويدير وليدات ويدير أسرة وننسى هذا بهذا وش نقول لك انا ما تصورتش باللي ولدي يعني هذا الشيء مانيش مأمناته مانيش مأمنة باللي ولدي يعني ولا وش نقول لك والحمد لله الحمد لله الحمد لله ربيتهم وحدي تعبت وحدي. كنا عايشين مدة اكثر من 20 سنه حوالي 32 سنه كنا عايشين لاباس علينا الحمد لله. ربيت ولادي أحسن تربية طيتلهم حناني طيتلهم عطفي طيتلهم حبي ولبا ما خسر حتى حاجة الحمد لله. اليوم اليوم هذا المصيبة اللي طاحت علينا وشو نقول لك دخلنا البارح أرض الوطن الحمد لله نشكر كما نزلنا في المطار الهواري بومدينة استقبلوني استقبال عاطف حنين ظريف حسوا بيا باللي راني مجروحه نجرحوا معايا بكاو معايا وتحسيت باللي راني في وسطهم بكاو معايا زعما ما نتصورش كيفاش نعبر على الاستقبال اللي استقبلوني به كيما راني انا مسعوده كيما صهدوا هما معايا وتلاقيت اهلي وماليا وجيت لحقت للام تاعي لقيتها محروقه هي ثاني مسعوده تبكي واليوم الحمد لله والشكر لله وش نقول لك انا اللي نبكي عبد القادر محمد مات الله يرحمه برحمه الله الواسعه عليه من اللي راني محروقه ومصهوده على عبد القادر وليدي. حبيت وليدي يكون معايا حبيت عبد القادر يكون شقي
حبيت عبد القادر يتزوج ويدير لي وليدات نفرح بهم ويونسني في خويا اللي راح يخلف لي المكان اللي خلى لي عبد محمد فارق بزاف. وراني نعبر على الامهات اللي راحوا لهم وليداتهم، هما ثاني راهم محروقين يبكوا، وكيما راني انا مسهوده هما راهم مسهودين، كيما انا نبكي هما راهم يبكوا. وراني عاذر الام الحنون على وليدها، كيف كل الامهات في العالم وفي الدنيا اللي فقدت وليدها. راني حسيت انا ثاني فقدت وليدي وراني محروق عليه ونبكي عليه، هما ثاني راهم يبكوا عليه، والكبد واعره وصعيبه. واش نتمنى؟ نتمنى الله يطفي هذا النار، والله يطفي الجمار هذه ان شاء الله، والله يصبر اللي ماتوا لهم ولادهم في اي مكان وفي اي يعني لاخر، الله يصبر كل واحد ان شاء الله. والحمد لله. ونطلب انا يا وش نقول لك، انا مكبير طاح عليا وحسيت السماء وطاح الارض وتلظوا عليا. كنت نحب محمد، نحبه بزاف، عزيز عليا، هو التالي تاعي، ونحبو كاع وليداتي كيف كيف. واليوم الرحمه عند رب العالمين، ولا اله الا محمد رسول الله. ولما جيت للجزائر راني حسيت يعني الحزن اللي كان فيا قادر، حسيت وراهي ينقص عليا، لاخاطر عليها لقيت صدار حنون، لقيت قلوب حنانه يقابلوني، كاو معايا، صهدوا معايا، والحمد لله. الرساله اللي نوجهها للسلطه الفرنسيه، انا ام موليه وحدانيه، ما عندي حد، قعدت وحدي، كنا ملمومين وتشتتنا، هذاك مات ربي يرحمه، هذاك راه لهيه. نتمنى وليدي يكون معايا، يكون راني الحزن الكبير راني عليه مألمة بزاف، نبكي بزاف، راني مريضه، راني ما نرقدش، راني مضروره بزاف. وعبد القادر كان وليدي معايا يحبني، وش نقول لك، قلبي راه محروق عليه بزاف، راني نبكي عليه بزاف، راني نخمم عليه بزاف. قعدت وحيده، نحب وليدي يكون معايا، نحب وليدي يرافقني في الحياه بعد موت المرحوم. عبد القادر مسكين يعني انسان خاطيه، يحب العدل، يحب الحق، يحب خدام، عنده مرتو، عنده حياته، عنده دارو، عنده حبابه، عنده الله يبارك. وعبد القادر يحبني، يحبني بزاف، وحب يدير وليدات، حب يدير 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 المستقبل تاعو. والحمد لله، الحمد لله. نطلب ان شاء الله وليدي يكون معايا، وليدي يخرج لي باش يونسني في الدنيا هذه. راني قعدت الارض يابسه والسماء بعيد عليا، نتمنى وليدي يكون معايا، لا اله الا محمد رسول الله. ونحس يعني نحس بالازم الناس البشر اللي عندهم وليدات وقعيتي، كيما راهم هما مصهودين، انا راني مصهوده في قلبي، ونتمنى هما ثاني يحسوا بالام، بجرح الام كي داير، راحوا لي زوج ما راح ليش واحد. ننظر للأمر هذا، ولادي أنا اللي ربيتهم، أنا اللي تعبت عليهم، أنا اللي جريت عليهم، أنا اللي كبرتهم، أنا اللي لعب دور الأم، دور الأخ، دور الأب، دور كلش. أنا اللي ربيت ولادي، أنا اللي جيت عليهم، أنا اللي درت كل حاجة عليهم. واليوم كل واحد يتحمل مسؤوليته عند الله.